شمل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه العديد من أبناء الكويت برعايته وبصدره الحنون، وتلمس حاجاتهم ورغباتهم وكان قريبا جدا منهم. ومعنا على الطرف الآخر من الخط محاربة السرطان البطلة واللي دائما نعتز فيها شيماء العيدي، سفيرة العمل الإنساني للشباب وأستاذة اللغة الإنجليزية متخصصة لتعليم الأطفال المصابين بالتوحد والإعاقات الذهنية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لتحدثنا عن علاقتها الأبوية الخاصة بالمغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ترى. أهلا بك شيماء، وبداية عظم الله أجرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوي محمد، أجرنا وجهك، جزاك الله خير، تسمع المقدمة الطيبة، وعظم الله أجر الكويت جميعا، وعظم الله أجر قلوبنا، وإن شاء الله يا ربي مثواه الجنة هذا الأب الغالي الحبيب اللي أنا أسميه الآن فقيد قلبي. الحمد لله على كل حال، وهذا الطريق احنا كلنا ماشيين فيه، سواء كنا متوقعين الخبر او لا. انا كان عندي احساس بهذا الموضوع من فترة من قبل الوفاة، ولكن من كثرة الاشاعات الانسان سبحان الله كأنه تعود انه بيسمعه او تخيل انه بيسمعه، بس لما صار الصج كنت ما ابي اصدق. ولما حطه في تلفزيون الكويت وتأكد جت لحظة الانهيار، ولكن الله سبحانه وتعالى مسح على قلبي مجرد ما أني أنا شفت حب الناس وحب العالم له برغم ظروف جائحة كورونا، لكن ما حد تأخر أنه هو إيه عشان يقدم واجب العزاء ويدعي له من كل قلب وكل حب. ما هو حكي ولا هو رياء ولا هو حتى مثل ما يقولون صدى أو شو إعلامي، ولكن حقيقة قلب إلى قلب. شكرا لعزائكم لقلوبنا، لأن اللي راح هذا أبوي وفقيد قلبي. عسى الله يرحمه، أكيد المصاب جلل، ولكن إحنا إيماننا بالله وهذا هي أقدار الله سبحانه وتعالى. ولكن دائما أقول أن هناك في شخصيات كويتية سواء كانوا رجال أو حتى نساء حقيقة نطلق عليهم أبطال، أمثال وخير مثال على هذه على هذا الأبطال على هذول الأبطال اللي هم شيماء العيدي. لذلك الأبطال هذول لاقوا اهتمام من الأمير الراحل طيب الله ثراه. لك العديد من اللقاءات أو كذا لقاء مع سمو الأمير طيب الله ثراه، كلمينا عن هذه اللقاءات شيماء. اللقاءات الأبوية كثيرة، لو أبي أحصرها راح أقولها بين لما قلت له تحقق حلم الطفلة اللي هي أنا كنت طول عمري أتمنى وأحلم أني أنا أقدم شيء يسوى ويرفع الرأس باسم شابة كويتية، بنت محبة لهذا البلد، ربيت على هذا العلم اللي أنا أعشقه وأخاف أنه يطيح بالأرض. كبر الحب فيني ان انا احب سمو الامير، واتخيل اني انا شفته وكنت دائما اتخيل ان انا بقدم له اي عمل زين انا اسوي. فبذاك اليوم انا كنت مرشحه اني اكون في مؤتمر القمه للحكومات العالميه امثل دوله الكويت واخواني الشباب العرب، وعندي كانت هناك جلسه تحدث، وكنت بسافر بنفس اليوم. يعني اتصال من الديوان الأميري بأن سمو الأمير رحمة الله عليه بيشوفك. فبيوم السفرة طبعا تكنسلت السفرة بس علشان أنا بشوفه، دخلت الكل كان متخيل أن أنا ممكن تحوشني رهبة أو خوف أو تردد. الله يشهد أن دخلت ما حسيت إلا براحة وهدوء نفسي كأني متعودة. أول ما دخلت وقف لي، نسيت نفسي، حسيت ريلي قاعد تركض ما قاعد تمشي. وصلت عنده قاعدت أتكلم، صورونا طبعا، بعدين أشر لهم أن تتذكر الكاميرات. فكنت قاعدة أقول له أنا مو قاعدة أحس بولا شيء غير أني أنا قاعدة مع أبوي. فأشر على صدره وقال لي أنا أبوك 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 3 مرات. هذه حاجة أنا ماني قادرة أنساها، لحظة كبيرة. الحمد لله على كل حال، لكن أنا فقدت إنسان وايد
كنت متسندة عليه، لأن الداعم النفسي اللي أعطاني إياه أنا ما شفته من أحد. حتى إحساسه فيني كمريضة ما حسسني إن أنا بنظرة كسرة أو طالعني بنظرة إن مسكينة، بالعكس كان أنت قوية والله معطيك إيمان كبير، وأنت فيك روح الشباب وابتسامتك اللي ما تغيب. فقال كلام وايد، ولما أخذ كتابي اللي هو كان إثارة تجربتي مع السرطان والألم بالغربة والعلاج، قال هذا أنا أبي أشوفه ببرنامج. وعلى فكرة برنامج أنا أقدر كانت فكرته مو فكرتي أنا، أن الكتاب يتبلور ويكون برنامج. فلما قلت أنه راح يكون 30 يوم إن شاء الله في شهر رمضان، قال أنا أتمنى أن أنا أشوفك 360 يوم طول السنة مو بس 30 يوم. فإحساس كبير وإحساس خذاني كلي. قد ما انحرمت من أبوي الله يرحمه، حسيت أن انجبر كثري بوجوده. أتمنى الله يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء والصالحين، إن شاء الله يا رب يا رب يكون مكان هناك أحسن وأريح. اللهم أمين. أكيد، لكن قال الكلمة لك أنت بالفعل قوية شيماء ورحل طيب الله ثراه، لكن أنت لازلت بيننا وأكيد ننتظر عودتك. أنت لازلت خارج الكويت؟ لا، أنا رديت مع الإجلاء اللي هو في كان في شهر مارس 13/3. نعم. والحمد لله استأنفت العلاج بالكويت من فترة بسيطة وجيزة يعني. نعم. ولكن طفى فيني شيء أخوي محمد، أنا ما أقدر أكذب عليك، يبي لي فترة طويلة. الحداد أكيد بيخلص والأعلام سترفع بعد ما نكست، ولكن أنا فيني شيء متعور يعني يأخذ له وقت طويل أكيد، لأن نفس ما قلت لك المسألة مسألة أب أنا كنت متعجزة عليه. أحس في شيء بصوبي يعني بقلبي انكسر. أنا أدري أن ما حد راح يجبره إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأب واللقاء والكلام وكل شيء سوالي إياه ما راح يتكرر أبدا. أنا واثقة أنه ما راح يتكرر. أكيد المنارة بتتنور أكيد، وأكيد بابا نواف بيأخذ هذه المنارة وبينور الشباب إن شاء الله وبإذن واحد أحد. ولكن أنا خسرت أبوي مرتين نفس ما قلت لك. القوة هذه محتاجة وقت طويل علشان ترجع، ولكن التفاؤل اللي داخلي اللي استمديته من ابتسامته وكلامه راح أكمل فيه لآخر رمق، حتى لو كان فيني كسرة، حتى لو كان فيني غصة على فراقه. الله يعطيك العافية شيماء. ودنا تكلمينا عن الأعمال الإنسانية اللي قدمها الأمير الراحل في خصوص مرضى السرطان ومشروع الخلايا الجذعية. سيد صاحب السمو رحمة الله عليه كان في وعد أنه يكون في مركز للبنوك الخلايا الجذعية في الكويت، وكان في صدد أن هذا يكتمل المشروع إن شاء الله بيصير بإذن واحد أحد. من بعد غيابه أكيد في شخص راح يكمل المسيرة من بعده، محبين الخير بالكويت وايد. ولكن المساعدات اللي كانت بطريقة شخصية كان حق أولياء الأمور اللي يكونون عيالهم مرضى سرطان أطفال، والأم تكون غير كويتية، فيصعب أنها تكون مرافقة لها في الدول يعني الأجنبية بالعلاج في الخارج. فسهل هذا الموضوع رحمة الله عليه، عسى الله يوسع منازله بحيث أنه يجمع الأم بضناها حتى لو كانت غير كويتية، بالإضافة إلى أن هي تقعد معها إقامة كاملة مع دفع الرسوم كاملة. فهذا من الأشياء اللي صارت بسرعة من سيدي صاحب السمو، بالإضافة إلى الأطفال الغير كويتيين اللي تعالجون هنا أو الأشخاص الغير كويتيين اللي تعالجون مثلكم. مثلكم عارفين المستمعين أن العلاج غالي، العلاج الكيميائي وايد والجلسات غالية على غير الكويتي اللي تكون يعني مجانية. ولكن سهل هذا الأمر، وكل الأوراق اللي دخلت عن طريق الصندوق اللي كانوا محتاجين العلاج يسرها لي وما قصر بولا شيء، وعطاهم الضوء الأخضر إن لحد ما يتماثلون للشفاء حتى العلاج الهرموني، يعني مو بس العلاج الكيميائي أو الإشعاعي.
أما الأمور الباقية أنا أحب أحتفظ فيها لوجه الله، لأن كان يبيها ما تكون معلنة، كانت بالخفاء، وإن شاء الله يا ربي تشفع إلى يوم القيامة. فأنا ما راح أفصح عنها، راح أخليها بالخفاء، لأن أجرها راح يكون بالآخرة أفضل من الدنيا. الله يجزاك خير، وشكرا لشيماء العيدي محاربة السرطان وسفيرة العمل الإنساني للشباب، كل الشكر لك على هذه المداخلة.